إلى باكستان، حيث حذرت السلطات هناك من حدوث المزيد من الفيضانات مع تضخم بحيرة مانشار جنوب البلاد بسبب الأمطار الموسمية القياسية. وتوقع خبراء الأرصاد هطول مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة، في وقت طالبت فيه الحكومة السكان في إقليم السند بالقرب من البحيرة، طالبتهم بالإخلاء. وفي ذات السياق، بدأت مياه نهر السند بالانخفاض تدريجيا في مدينة سكهر بعد أن أغرقت مئات القرى واضطر الأهالي للهرب بالقوارب إلى مناطق أكثر أمنا، فيما استمرت المساعدات الدولية بالوصول إلى مطار مدينة كراتشي عاصمة الإقليم المنكوب. ووصلت طائرة للقوات الجوية الأميرية القطرية تحمل فرقا إغاثية تابعة للهلال الأحمر القطري لتقديم الدعم الإغاثي والطبي للمتضررين. عشرات القرى معزولة عن محيطها ببحر من الماء، والآلاف من سكانها في إقليم السند محاصرون بين هارب بزورق أو معتصم فوق سطح بيته، وآخر لجأ إلى مرتفع يعصمه من الماء. 57 عدد ضحايا فيضانات إقليم السند في الساعات الماضية، ليصبح الإقليم الأكثر تضررا مع انحسار الماء تدريجيا عن بقية الأقاليم. تلقت بلادنا كميات كبيرة من الأمطار ضعف المعتاد، الكارثة أكبر بكثير من قدراتنا الحكومية المتواضعة. نتطلع إلى تعاون الحكومات الصديقة وشركاء التنمية والمجتمع الدولي. إلى عاصمة السند بدأت أفواج المساعدات الدولية تتقاطر. جسر جوي قطري يصل مطار كراتشي، يحمل فرق إغاثة وأطقما طبية ومستشفيات متنقلة ومساعدات إنسانية عاجلة لأكثر من 35,000 نازح، وسط استمرار المساعدات القادمة من تركيا والصين والسعودية ودول أخرى. أنا من جانب حكومة باكستان والسند وشعب السند أشكر كل من وقف معنا، خاصة الحكومة القطرية والشعب القطري الذي لمس حاجتنا ومد يد العون في هذه الأيام العصيبة. الحكومة الباكستانية سارعت إلى إصلاح الجسور والأنفاق الرئيسية المدمرة لتضمن وصول المساعدات الدولية للمناطق المنكوبة. كذلك أعلنت حاجتها الماسة لمساهمة دولية عاجلة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار 18,000 مدرسة دمرتها الفيضانات مع بدء الموسم الدراسي في 5 أيلول سبتمبر الجاري. الخسائر مهولة والحاجة كبيرة تقول الحكومة، ومع انخفاض وتيرة تساقط الأمطار تعمل المساعدات الدولية على جعل باكستان تلتقط أنفاسها لإحصاء خسائرها ولملمة جراحها. براهيل العربي، إسلام أباد. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلي من إسلام أباد نذير مؤيد، مستشار تنمية الموارد في مؤسسة الإغاثة البريطانية. أهلا بك سيد مؤيد. يعني هذه المساعدات، لو استثنينا المساعدات الأمريكية وكذلك المساعدات القطرية، اليوم يكاد المجتمع الدولي يدير ظهره لهذه الأزمة الحقيقية التي تشهدها باكستان. كيف تقيم يعني حجم المساعدات مقارنة بحجم الكارثة؟ نعم، بالفعل لا تزال المساعدات الدولية ضئيلة جدا بحجم هذه الكارثة التي اجتاحت شتى أرجاء باكستان من شمالها حتى جنوبها. مئات الآلاف من الهكتارات الزراعية تدمرت بالكامل، مما أدى إلى شح في السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين الباكستانيين في كل يوم. حتى الذين لم يتضرروا بالفيضانات تضرروا بسبب عدم وجود السلع أو بسبب الغلاء الفاحش للسلع الأساسية في مختلف أرجاء باكستان. أكثر من نصف البلاد ضربته الفيضانات، فيضانات هائلة. هناك أكثر من 1,100 قتيل حتى الآن، آلاف المتضررين،
هناك أكثر من نصف مليون بيت تدمر بسبب هذه الفيضانات، كارثة إنسانية حقيقية لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات. وعلى الرغم من هذا نجد أن هناك بعض الدول التي تعاونت مع باكستان، ولكن لا زال المجتمع الدولي بشكل عام يعني عاجزا عن أن يؤدي دوره في مثل هذه الكارثة. نعم، ما هي المساعدات ربما الأكثر احتياجا من قبل السكان المتضررين، وأنتم تعملون بالتأكيد على الأرض وتشاهدون ربما معاناة هؤلاء الناس سواء في إقليم السند أو حتى في مناطق أخرى، خاصة أن الفيضانات غمرت تقريبا ثلث أراضي البلاد؟ نعم بالطبع، هناك حاجات أساسية منها الطعام، وهو حاجة ماسة يحتاجها النازحون بشكل أساسي. أيضا هناك حاجة ماسة للمخيمات الطبية والأدوية، خاصة أن الفيضانات تؤدي إلى انتشار بعض الأوبئة وبعض الأمراض، وكذلك انتشار الحشرات وخاصة القوارض منها، وهذه كلها تستدعي العلاج السريع وتستدعي انتشار الأطباء والمخيمات الطبية في المناطق المتضررة. هناك حاجة ماسة أيضا للخيام والمساكن المؤقتة التي يلجأ إليها هؤلاء النازحون الذين يبقى كثير منهم في هذه اللحظات في العراء. هناك حاجة ماسة لمختلف أنواع الإغاثة، من ملابس، من حاجيات منزلية، من أدوات الطبخ، ليتمكن هؤلاء من التقاط أنفاسهم بعد هذه الكارثة الضخمة. نعم، ما الذي تقوم به يعني إذن الحكومة في ظل يعني نقص المساعدات وفي ظل نقص الطواقم الخاصة بالإغاثة إزاء هذه الاحتياجات واسعة الانتشار؟ كيف تتعامل مع هذه الأزمة؟ الحكومة الباكستانية بشكل عام هي مرت بعدد كبير من الكوارث في العقدين السابقين من زلازل وفيضانات وغيرها من الكوارث. هناك خبرة لدى باكستان وهناك مؤسسات رسمية لإدارة الكوارث في باكستان. هناك الحكومة والجيش الباكستاني يعملون على مساعدة المتضررين من الفيضانات في مختلف أرجاء البلاد، ولكن كما ذكرت من قبل أن حجم الكارثة يجعل من الضروري تعاون المجتمع الدولي مع باكستان، حيث أن القدرات المحلية ليست كافية أبدا يعني سد الخلل ولو جزء من الخلل، فما بالك بهذه الملايين من النازحين والملايين من المتضررين من هذه الفيضانات. شكرا جزيلا لك نذير مؤيد، مستشار تنمية الموارد في مؤسسة الإغاثة البريطانية، حدثنا من إسلام آباد.